لوين؟ على المغفر. ليش؟ عندي شغلة. فاطمة قالت لي لا يطلع. استنى لطيب شوي. روح بعد ما يشوفك الدكتور تبعك. لازم تدير بالك على ايدك، لسه الجرح جديد. يلا بخاطرك. ما بيصير. كريم، أنا عم حاكيك وقف. يوه، كل واحد بيتصرف على كيفه. يا بنتي، شو قلت لك أنا؟ القصة مو مثل ما كاتبين بالجرايد. صدقيني، لك أخوك منيح وفاطمة منيحة. ما فيني إجي لأنه مشغول شوي هالفترة. إيه، طمني، مشي الحال. أنا بقيان هون عندي شوية شغل. قلت لها لأمك رح ضل هون هالفترة لحتى خلص شغلي. إيه، كلنا بخير ومبسوطين كتير. إيه، كل شي تمام هون. خلص سيرين، مانك صغيرة. خلص بنتي، سكري هلأ وبعدين برجع بدقلك. يلا حبيبتي، باي. سلميلي على أمك. ماشي ماشي، وصل لهم سلامك. مع السلامة حبيبتي. ليكو، اسمعني، المسكينة عانت كتير هالفترة، بالزور اللي قدرت هديها. شايلة هم ابنها اللي ببطنها وزوجها، ومن ناحية تانية هالمشاكل عم تحاول تهرب منها والمشاكل عم تلحقها. هيك لا تورطها بمشكلة، فهمت؟ هاجر بمقام اختي، ما بدي حدا يضايقها بنوم. لا تاكل هم، انا مستحيل اذيها ابدا، هي بتعرف هالشي. والله ما بعرف، بس رح اقول لك كلمة وحدة، لا تضايقها لاختي. برافو عليك يا ابني. بجوز نايمة. هاجر، هاجر، انت متأكد انها عايشة هون؟ بدي كذب عليك؟ ليك اشوف شنتيتها هون. احتمال تكون برات البيت. لوين بدها تروح؟ لك ما بتسترجي تخطي خطوة واحدة برات البيت. يا الله. سامي؟ نعم أخي. عم تدور على ضيفتك؟ شفتها؟ ايه، راحت. مين اللي راحت؟ في اتنين شباب كانوا واقفين على الباب، أنا ما شفت وشهم بس كان مبين عليهم إنه شباب، أخذوها وراحوا كلهم سوا. أخذوها غصب عنا؟ هدول أكيد رجال منير. الله يوفقه. يا ريتني لو سمحت لها تروح. إمتى أجوا أخذوها؟ قديش كانت الساعة؟ يسلموا. شو بنعمل هلا؟ كيف رح نتصرف؟ آه يا هاجر، ليش لتروحي معهم؟ ألو كريم. نعم بابا. في اتنين شباب اجوا اخذوا هجر من البيت، ما حدا بيعرف لوين. كريم، هدول اكيد بيت رشدان، لانه ما بدهم اياها تعترف بكل شيء، فاكرين بهالطريقه بيسكتوها. المرأة حامل، خايف لا يعملوا لها شيء هي وابنها. وينك انت؟ طلعت لجيب كم غرض للبيت، ما بتاخر. ماشي، انا رايح على المغفر، بشوفك المساء. ماشي، المساء بنلتقى لك. الله معك يا ابني. تفضل الأمانة تبعك.
وقع لي هون. لك ما بصير تطلقوا سراحه لهالزلمة. اعترف انه مصطفى كان عنده بالبيت. هالشي بيأكد انه بيت رشدان إلهن ايد بالموضوع. عم نطبق التعليمات اللي اجتنا من المحكمة. اكيد انا ما عم اتصرف من حالي. بس هذا الزلمة هو مفتاح قضيتنا. اذا اطلقتوا سراحه وقتا من الصعب نقدر نصل لنتيجة. بترجاك اخي لا تتدخل بشغلنا ابدا. ايه انت محامي، ساويت شغلك وانتهيت. انت هيك عم تعطل شغلنا. تركنا نكمل التحقيقات. ماشي، يعطيك العافية. أهلين عمر. لك أخي وينك أنت؟ هلأ طلعت من القصر العدلي ورايح على المكتب. دريت بآخر التطورات ما هيك؟ ايه طبعاً دريت، أطلقوا سراحه لميار. شايف شو اللي عم يصير معنا بالله؟ ايه هالشي ما بيصير. ميار بالنسبة لنا أهم شخص بالقضية. كيف بيخلوا سبيله ما بعرف، بعدين منللن كل هالدعم وهن بهيك وضع. خلص انسى ولا تاكل هم أخي. أنت اللي عم تقول هيك نزير، ليش اللي صار بينتسى يعني؟ لا تعصب، قلت لك انسى. أخي أنت منيح؟ هلأ تاع المكتب عاوزك، في موضوع كتير ضروري. شو عم يصير؟ في شغلات لصالحنا عمر. تاع المكتب بسرعة، ناطرك. ماشي؟ ماشي. مصطفى طلع أخذها على ريفة بنفس المكان. بعرف بعرف، هذا رح يضرنا بكل خطوة عم يخطيها. لازم نخلص من هدوليك الرجال، ولازم نخبيهم منيح. إذا انكمش وحكى للشرطة أكيد بيجيبوهن ليستجيبوهن، وهذا الشيء اللي أنا خايف منه كتير. أنا وزعتهم برات اسطنبول فلا تخاف، بس خليك داير بالك. ها صحيح أطلقوا سراحك، بس ممكن يكونوا عم يراقبوك. لا تاكل همي،